أهلا بكم في زوايا الحدث. قالت مصادر محلية في مدينة تعز إن مواجهة عنيفة اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين تابعين لكتائب أبي العباس. المصادر أوضحت أن المواجهة تركزت في الجحملية شرق المدينة والمجلية جنوب المدينة. وبحسب المصادر فإن الجيش حرر مبان في الأحياء التي كان يسيطر عليها مسلحون. مصادر أخرى أفادت أن مسلحي أبي العباس هاجموا مستشفى الجمهوري، لكن الحراسة تمكنت من صد الهجوم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الدوافع وراء المواجهة الأخيرة في تعز؟ وما هي التبعات والآثار للأحداث الأخيرة في تعز؟ وهل أصبح دور الحكومة وسيطا بين الجيش والمتمردين عليه؟ قال المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز العقيد عبد الباسط البحر إن هناك موقفا حازما من قبل السلطة المحلية والقيادة الأمنية والعسكرية لملاحقة العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون. وتشهد تعز اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الوطني وعناصر خارجة عن النظام والقانون منذ أيام أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الجيش الوطني. نتابع التقرير التالي ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. القتال في تعز لا يتوقف، وهو ما يضعف من حالة الانفلات الأمني المتدهور. خلال الأيام القليلة المنصرمة دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة بين قوات من الجيش الوطني وعناصر تابعة لكتائب أبو العباس. نؤمل ونعول على المجلس المحلي بقيادة الأخ المحافظ أمين محمود ومدير الأمن وقائد المحور على أن يطلعوا بمهامهم ويعود المرابط والمجاهد إلى مدرسه إلى بيته آمنا. هذا ما نأمله. الثلاثة الأيام الأخيرة كانت أشدها، حيث شهدت بعض أحياء المدينة معارك بمختلف الأسلحة اندلعت على خلفية مقتل 4 من أفراد الجيش ومدني، تسببت بإثارة الهلع وسط الأهالي. قبل يومين كان هناك قتيل من المدنيين هناك في شارع لقينات أو في باب موسى. أما أمس واليوم هناك اشتباكات شديدة في العسكري والجحملية وإثارة الخوف والهلع. الناس لا يستطيعون الخروج من منازلهم في هذه المناطق لقضاء حوائجهم. أصبح الناس يعني يتذكرون قبل 3 سنوات حينما كان الحوثي ما زال في هذه المناطق، حالة من الخوف والهلع تصيب المواطنين في هذه المناطق. وإن اختلف المكان والزمان تظل هذه المشاهد حاضرة في المدينة التي تشهد حربا وحصارا من خارجها تشنها ميليشيا الحوثي، ومواجهة في الداخل بين وحدات عسكرية وعناصر إرهابية. هذه المباني التي تحدثت عنها بعض المصادر العسكرية أنه جرى تحريرها من خلايا كانت تتخذها مقرات لتخطيط وتنفيذ مهامها في زعزعة أمن المدينة وإقلاق السكينة العامة. طبعا بالنسبة يتحدث الكثير عن دور الحملة الأمنية والأجهزة الأمنية في المشكلة الأخيرة التي حدثت مؤخرا. نحن نقول أن ما تم هو يعني اشتباكات مسلحة بين فصائل ومجامع وكيانات يفترض أنها تتبع الجيش الوطني، تمتلك من السلاح والعتاد ما تعجز الحملة الأمنية عن مواجهته والتدخل فيه. العديد من اللجان الأمنية جرى تشكيلها خلال الفترات السابقة، بعضها برئاسة المحافظ والبعض الآخر برئاسة قائد محور المحافظة، لكن لا وجود لها على أرض الواقع، وإن وجدت لم تتمكن من القيام بمهامها. بين دعوات التحرير من الميليشيات الانقلابية ونداءات توقف الاقتتال الداخلي في المدينة، تفقد تعز حالة الاستقرار التي انتظرها الناس ولو في بعض الأحياء المحررة. ليبقى السؤال الملح هنا: إلى متى ستظل هذه المدينة تدفع ضريبة الحرب مضاعفة ومن خصومها في الداخل قبل أعدائها من الخارج؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز نائب المتحدث باسم الجيش هناك العقيد عبد الباسط البحر. أهلا بك سيادة العقيد، ما التطورات الأخيرة للوضع الميداني في تعز؟ حياك الله أخي الكريم، وحيا الله السادة المشاهدين جميعا. الحقيقة تعز تخوض معركة وجودية ومصيرية على اتجاهين. هناك الاتجاه المباشر مع العدو الخارجي ومع الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية التي تستهدف تعز، وتستهدف أيضا المدنيين بالقذائف من أماكن تمركزها في محيط المدينة.
وهناك أيضا العدو الداخلي المتمثل في العناصر الخارجة على النظام والقانون، أيضا تتخادم مع العدو الخارجي في إثارة الفوضى والانفلات وقطع خطوط الإمداد على مواقع الجيش الوطني، وأيضا اغتيال أفراد الجيش والاختطافات، وأيضا للمدنيين وحتى للمواطنين العاديين. فبالتالي لابد من موقف حاسم من السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية تجاه هذا الوضع. الحملة الأمنية الآن والجيش الوطني وبمساندة الأجهزة الأمنية المختلفة يحقق إنجازات مهمة في مداهمة أوكار والغيوب التي من المحتمل تواجد العناصر المطلوبة أمنيا والخارجة عن النظام والقانون في هذه الأماكن، ويجري تعقبهم وتطهير المربعات التي من المحتمل تواجدهم فيها، يجري تطهيرها تماما، وإن شاء الله بإذن الله تستمر هذه الحملة الأمنية وهي تلقى كل الدعم والرعاية من القيادة ومن أيضا المجتمع ومن الحاضنة الاجتماعية. هناك تفاعل كبير ودعم للتخلص من هذه العناصر التي لها سجل إجرامي يجمع كل أبناء تعز بمختلف تكويناتهم على إدانته وعلى ضرورة القضاء عليه واستئصاله. طيب سيادة العقيد، هناك الحملة الأمنية نتائج. تفضل. اليوم كان في نتائج ممتازة، وتم مداهمة بعض الأوكار في جنوب وشرق مدينة تعز، وأيضا هناك أنباء أولية عن مصرع اثنين من القيادات المطلوبة أمنيا وإلقاء القبض على آخرين وتطهير بعض الأماكن التي يعني اشتبه بها، وإن شاء الله بإذن الله تستمر هذه الحملة وتتواجد الدولة بشكل أكبر إن شاء الله في هذه المربعات جميعا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيادة العقيد. أرحب أيضا بمن ينضم إلينا من تعز، العقيد عبد الحمود الصغير رئيس عمليات اللواء 17 مشاة. سيادة العقيد، إذا ما تحدثنا عن مسؤولية المباشرة لما يجري في تعز هذه الأيام، من يتحملها من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي جميع المشاهدين والأجهزة الكريم. لا شك أن المسؤولية هي مسؤولية أبناء تعز ككل، كمسؤولية أساسية، لأن هذه العصابة الخارجة عن القانون والتي تعمل على ترويع الأمين واغتيال أفراد الجيش ومحاولة استبداد أبناء تعز يضحوا بأكثر من 4000 شهيد وأكثر من 20000 جريح، تحاول استبداد مشاعر هؤلاء، كان لابد أن يكون لها ردع. ولذلك كانت اللجنة الأمنية وكان الحمل الأمني الذي بدأت قبل فترة واستمرت لاستكمال ما بدأته في البداية، المسؤولية المشتركة ما بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والعسكرية لإنجاز هذا الملف والانتهاء من هذا الملف الذي يمثل عبء ويمثل أيضا ناقص خطر على أبناء تعز. ندرك جميعا في تعز أن عدونا هو الحوثي، لكن هؤلاء المجرمون، هؤلاء الإرهابيون الذين يحاولون زعزعة الأمن في تعز وأيضا ترويع أبناء تعز بجرائمهم المفتعلة هنا وهناك وقتل أبناء الجيش، لابد لهم من تأديب. ولذلك ما يقوم به الجيش اليوم الأمن والأجهزة الأمنية في هذا الإطار وهو استكمال تطهير هذه المناطق من هذه البؤر الإجرامية التي لا ترعى في إلا ملازمنا ولا يهمها تعز ولا يهمها أبناء تعز. هذه فئة ضالة أرتأت القتل والدماء أن يكون سلوكها، وكان لابد من ردعها بهذا الشكل. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العقيد. أعود إلى العقيد عبد الباسط البحر. هناك بعض الصفحات في الفيسبوك التي تنسب لكتاب أبو العباس تتحدث عن وجود تهدئة ومحاولات للتهدئة أو وصول أطقم للتهدئة، ما مدى صحة هذا الأمر؟ مواجهة هذه العناصر والقانون تتخذ أكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب. الأسلوب الأمني والردع العسكري والحزم في هذا الجانب، هذا جانب مهم ومستمر وسيستمر بإذن الله،
بالإضافة إلى الأخرى، هناك الجانب الفكري والجانب الحواري وأيضا جانب اللجان التهدئة وتسليم العناصر المطلوبة بحسب المحاضر الموقع عليها والاتفاقات المسبقة، وبالتالي جميع الأجندات مطروحة، الحلول العسكرية والأمنية على قدم وساق، وأيضا الحلول الفكرية والحوارية، وأن القضية الأمنية هي قضية شائكة وليست ذات بعد واحد، هي ذات أبعاد، وبالتالي بحاجة إلى الإعلام السياسي، الحسم الأمني والعسكري، يعني كل الأمور تتضافر لإنجاح المشترك، وهو الوصول إلى هذه العناصر المطلوبة وإلقاء القبض عليها وتسليمها للعدالة، لأنها متهمة جسيمة وبأحداث كبيرة، وبالتالي لابد من الوصول إليها. يعني الآن هناك هدنة، سيكون هناك هدنة أم لا؟ لم أفهم هذه النقطة بالتحديد. ذكرت لك أن المساعي من بعض الشخصيات لتسليم العناصر، و يعني أن تسلم هذه العناصر أو يتم القتل، لكن إلى الآن الأمور ما زالت الأمني والعسكري قائم حتى هذه اللحظات التي أكلمك فيها. أشكرك نائب المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك سيد العقيد عبد الحمود الصغير، هل لدى الجيش ما يكفي لمواجهة هذه العصابات المسلحة كما تصفها سيادة العقيد؟ لا شك أن الجيش والأمن الأمنية خلال الفترة الماضية ضبطوا استخدموا ضبط النفس بشكل كبير جدا لمواجهة هذه العصابات الإجرامية، كان يخدون الأمل أن تعود إلى رشدها وأن ترابع نفسها وأن ترجع عن هذا الخط الدموي الذي يستهدف أبناء تعز. أبناء تعز كلهم اليوم يعلمون تماما من هي العصابة المجرمة التي تحاول قتل أبنائهم في الشوارع، ولذلك ندرك تماما أن الجيش لديه القدرة الكافية لردع هذه العصابة وأمثالها، أو ما يقوم به الجيش اليوم إلا في هذا الإطار. ولذلك نحن نلاحظ أن تواجد بعض الوسطاء للتهدئة أو غيره، لكن نقول هذه التهدئة إن لم تكن على إطار تسليم هؤلاء القتلة للأجهزة الأمنية القضائية للقول والفصل في إدانتهم من عدمه، أو أما إذا تمت الوسطاء والتهدئة خارج هذا الإطار فهي تعتبر عبثية لا تؤدي إلى تحقيق الأمن والأمل لمدينة تعز. طيب في هذا السياق، يعني الحديث عن مسألة أن رئيس الجمهورية الآن أكد على أهمية توحيد الجهود لتحرير مدينة تعز من الميليشيات الإنقلابية، هل تشغلكم المواجهات التي تحدث عن تعز عن ما يقال أنه الصورة الأكبر وهي تحرير المدينة وفك الحصار الكامل عنها؟ لا شك أن ذلك يؤثر على نفسية أبناء الجيش سلبا عندما يجد مثل هذه الأفعال الإجرامية. نحن ندرك تماما أن فخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي وجه توجيها واضحا بتوحيد الصفوف، وأنا أبشرك أخي أن جميع الأجهزة العسكرية والأمنية موحدة صفها باتجاه واحد هو التحرير، لكن عندما يحدث طارئ مثل هذه الطوارئ نجد أن الأجهزة الأمنية لابد أن تقوم بردع هذه الممارسات الإجرامية ويساعدها الجيش في ذلك. فخامة الرئيس وجه توجيها واضحة، نحن ندرك أهمية هذا التوجيه ويدرك أهمية أن يلتفت أبناء المحافظة جميعا بسلطة محلية وعسكرية وأمنية لاتجاه واحد وخط واحد وهو التحرير ولا غير التحرير، لكن وضعتنا هذه العصابة الإجرامية أمام محك عملي، إما أن تثبت الأجهزة الأمنية جدارتها وتضاد هذه الأفعال الشنعاء، وإما أن تترك المجال لهم يسرحوا ويبرحوا في كثير من المناطق. طيب من يقف وراء هذه العصابات سيادة العقيد؟ لماذا تدفع بشكل مستمر؟ يعني هذا الأمر ليس الحالة الأولى التي نشهد فيها تعز مواجهات بداخل المدينة، ولا نتحدث عن ميليشيات الحوثي فيها، من الذي يقف وراء تكرار مثل هكذا مواجهات؟ نحن نقول أن هذه
هذه الافعال الصبيانيه التي يقوم بها البعض ضد ابناء تعز او من يقف معهم، انا في اعتقادي كبير ان هناك خلايا نائمه الحوثيين تغذي من هذه الافعال وهذه الافكار. ندرك ان ما يحاك لتعز هي مؤامره كبيره جدا نظرا لرمزيه تعز واهميه تعز في المقاومه والتحرير، ولذلك نجد انه يصل الى هذه الجماعه الدعم من هنا او هناك لاستمرار التشرذم داخل المدينه واستمرار الفرقه، لكن كل ابناء تعز موحدين في هذا الاطار، كل الحاضنه الشعبيه العسكريه الامنيه السلطه المحليه تدرك اهميه هذا الملف وهذا الجانب، ولذلك الاخ المحافظ على راس هذه اللجنه الامنيه هو من قام بتكسير هذه اللجنه الامنيه وبدعمها وتحريكها، وبالتالي لا يوجد اي نقاش في هذا الجانب والكل مدرك اهميه هذا الجانب. يعني في مسألة السلطة المحلية، إلى أي مدى تقف السلطة المحلية وراء الجيش ووراء الألوية العسكرية في سياق هذه الحملة وتطهير المدينة من العصابات الإجرامية كما تسميها؟ الأخ رئيس المجلس المحلي للمحافظة هو يعتبر رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، وهو من وقع على قرار إنفاذ هذه الحملة إلى هذه الأماكن وإطفاء هذه الأماكن وإلقاء القبض على المطلوب أمنيا. الكل في تعز يعلم هذا الجانب، ويدرك تماما أن السلطة المحلية لا بد أن تكون قائمة على هذا الملف بشكل أساسي وبشكل عملي وجدي. إذا ما الذي ينقص لإتمام هذه المسألة برأيك؟ نعم، ما الذي ينقص تعز لأن تكون بأمن واستقرار يمكن القول عليه أنه دائم وليس مرحلي؟ ما الذي ينقصها لإنهاء هذا الملف إلى الأبد؟ هناك عوامل كثيرة، عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤثر على هذا الملف بشكل أو بآخر. التدخلات التي تتم بين الحين والآخر في هذا الملف لا شك أنها تؤثر تأثيرا في عدم استمراريته. أيضا حرص أبناء تعز بشكل رئيسي على حقن الدماء وعدم إسالة الدماء. كنا نأمل في الفترة السابقة أن تقوم هذه العصابة المجرمة وهؤلاء الأفراد أنفسهم للسلطة الأمنية لمباشرة إجراءات التحقيق وإثبات ما يتم إثباته، ولكنهم تمادوا في غير بطلانهم وأبوا إلى أن يجيزوا من إزهاق الدماء في الستائل. أشكرك عقيد عبد الحمود الصغير رئيس عمليات اللواء 17 مشاة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. ومن تعز أيضا ينضم إلينا مشاهدينا الكرام أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحديفي. دكتور، وضع متكرر ومتوتر بداخل تعز من ناحية تعامل الأجهزة السلطات مع الأحداث في تعز، سواء السلطة المحلية وكذلك الحكومة الشرعية، كيف تنظر إلى آلية التعامل مع هذه الأحداث التي تجري في المدينة؟ هناك تخوفات من السلطة الشرعية ومن قيادة الجيش ومن السلطات الأمنية ومن السلطة المحلية من أن اتخاذ حلول عنيفة تجاه المتمردين سيفتح مواجهات عنيفة داخل المدينة مما يتسبب بأذى كبير للمواطنين، لكن مثل هذه التخوفات الحقيقة هي تسمح للمتمادين باتساع نفوذهم وقوتهم، وبالتالي يصبح القضاء عليهم فيه كثيرا من الصعوبة. الحقيقة نحن ينبغي أن ننظر إلى المعنيين بتأمين المدينة وبتأمين تعز وبتأمين وبحماية السلم والأمن الاجتماعي إلى السلطات الشرعية نفسها. السلطات الشرعية في تعز تنقسم إلى ثلاث إدارات: قيادة الجيش ممثلة بالإنفار، وقيادة الأمنية ممثلة بالأمن والشرطة العسكرية، وكذلك السلطة المحلية. هذه كلها سلطات معينة شرعيا بقرار جمهوري، وعليها آلية العمل للقضاء على هذا الانفلات والاعتداءات. هل هذه الفئة التي تبسط على شوارع وعلى مربعات في المدينة، هل لديها قرار من قيادة الجيش وعلى قيادة الجيش أن تتخذ قرار دون أن تستأذن أحد؟ قائد المحور معين يمثل سلطة شرعية ولا يمثل حزب.
وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك تخوفات تسمح للبغاة أو للخارجين عن القانون، يعني هذه تسلم الأمن الاجتماعي. ضاق الناس بالتهديدات وبمثل هذه المخاوف. الحاضنة الاجتماعية والدعم الاجتماعي كله مع السلطة المحلية لكي تحسن وتخرج جميع المسلحين من المدينة وتسلم المدينة بجميع مبانيها وشوارعها طوال الأمن. هذا متوقع. ما فائدة هؤلاء المسلحين بدقائهم داخل المدينة؟ نقاط عسكرية وكل يوم اغتيالات. الحقيقة التقصير بهذه المخاوف من الجهات الرسمية لا مبرر له. 200 شهيد من قوات الجيش مستهدفة من عناصر خارجية القانون. لا نجد هناك إجراءات حقيقية لحصر المتهمين بالتمرد. ينبغي أن يكون هناك توجيه من قيادة المحور لقيادة اللواء 35 ومن قيادة اللواء 35 إلى بالانصياع بالخروج وتسليم المباني، وأي رفع يعتبر تمرد عليهم أن يفعلوا ذلك بدون استئذان المحاسب بدون استئذان السلطة الشرعية. ينبغي أن يكونوا واضحين وإلا يستقيلوا ونسلم المدينة يا أبو العباس ونسلمها للإمارات ونسلمها لحزام أمني. عليهم أن يحددوا موقفهم، إما أن يكونوا مع السلطة الشرعية والدولة والقانون وعليهم تنفيذ ما يجب عليهم وفق القانون، أو أما لا ينبغي أن نعود لنتقاتل داخل المدينة وكل يوم نقتل لنا مجموعة من البشر دون جريرة. طيب برأيك في سياق التعامل الذي يقوم به الجيش مع هذه العناصر، هل يأتي في سياق الممكن في نهاية المطاف أم أن هناك بالإمكان أحسن مما يكون وكيف يمكن ذلك؟ القرار هم أفضل من يقرره الجهات المعنية بالأمر، قيادة الجيش والسلطة المحلية والأمن والشرطة. وإذا كان هناك تباين بالآراء بينهما بين جهة كالمحاورة مع أبي العباس فلا تنعكس أثرها السلبي على المدينة، وطرف آخر يرى استخدام قرار رسمي باتخاذ اللازم تجاه هذا التمرد، هم عليهم أن يقدروا ذلك. نحن لا نستطيع أن نملي عليهم ولا وهم أيضا معنيين باتخاذ إجراءات واضحة للعيان. أنا قلت إلى الآن لا توجد هناك توجيهات مكتوبة من قيادة المحور إلى قيادة اللواء 35 إلى كتاب ابن عباس لتنفيذ مهام معينة. الرفض لهذه التوجيهات تعتبر تمرد وعليهم استخدامها دون استئذان أحد. لماذا يستأذنون حتى المحافظ؟ لا ينبغي أن يخل إذنه في هذا الجانب. هو رئيس لجنة أمنية ولكن عليه أن يشتغل وفق الميدان وهي قيادة الجيش والأمن. أما نضحي بأبنائنا كل يوم اغتيالات علينا أن يوحدوا قرارهم ويتخذوا اللازم سواء باللين أو باستخدام العصا الغليظة وفق شروط القانون وفق اشتراطات حضور الدولة. لا ولاء لأحد غير الدولة، وينبغي أن يكونوا تحت سقف الدولة جميعا مدنيين وعسكريين. إلى الآن صراحة أداءهم رخو وأداءهم ضبابي ويتصارعون في غرف مغلقة ولا يصارحون الرأي العام إذا كانوا عاجزين عليهم الاستقالة وعليهم تسليم المدينة للحزام الأمني والإمارات وأبو العباس. هكذا بوضوح أنا أقول كمواطن لا ينبغي أن نتراخى في أمور تمتد حتى لا نستطيع أن نرقع ما اتسع خرقه. أشكرك أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز على انضمام في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإنصات والمتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة وجميع الأفراد في الطاقم الفني. دمتم الوطن بألف خير، في أمان الله.